ننتقل إلى الفائدة الثامنة، قوله ثم مسح رأسه. نحن نعرف أن هناك خلافا في مسح الرأس، هل المقصود هنا الرأس هنا كله أو بعض الرأس؟ وإحنا عارفين أنه حصل اختلاف بين الفقهاء، فبعضهم ذهب إلى الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وبعضهم ذهب إلى مسح الرأس كلها. الإمام الشافعي يرى أن الباء هنا وامسحوا برؤوسكم ها كما ورد في الآية، وفي الحديث أيضا ثم مسح برأسه، يعني الآية بتقول إيه وامسحوا برؤوسكم، الباء موجودة، وفي الحديث ثم مسح برأسه أيضا الباء هنا موجودة. الإمام الشافعي يرى أن الباء هنا للتبعيض، يبقى وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم أو ببعض من الرأس، ومسح برأسه أي ببعض رأسه ليس برأسه كله. إذن عند الإمام الشافعي يكتفى بمسح بعض الرأس، أما الإمام مالك فرأى أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وإن دخول الباء هنا لا تفيد التبعيض إنما تفيد الإلصاق لا تفيد التبعيد، والأصل في الرأس أنها الرأس كلها، وبالتالي رأى الإمام مالك أنه يجب مسح جميع الرأس، ودول مذهبين. خلاص، هذا بالنسبة للفائدة الثامنة. التاسع قال ثم غسل كلتا رجليه. يقول ابن دقيق العيد هذا صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الروافض دول اللي هم غلاة الشيعة يسموهم إيه؟ الروافض عندهم يكفي مسح الرجل، مسح تمسح رجلك فقط، لكن هذا الحديث نص صراحة على غسل كلتا رجليه، وبالتالي هذا صريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من الاكتفاء بالمسح. قوله الفائدة العاشرة، قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما، في رواية فغسل رجليه حتى أنقاهما، يعني جعلهما نقيتين ولم يقيد بعدد، لم يذكر عددا في بعض الروايات، فبالتالي هنا من بعض الفقهاء أخذوا من هذه الرواية أنه ليس يعني الأمر مرتبط بعدد معين من الغسلات، إنما يكفي غسل الرجلين حتى درجة الإنقاء. من جهة المعنى الفريق اللي ذهب انه هذا غير مقيد بعدد قال انه الرجل يعني خاصة القدم عند الانسان او الرجل تتعرض للاوساخ اكثر لانها اقرب الى الارض، فتتعرض للاوساخ والاشياء التي تضيع طهارتها اكثر، وبالتالي يغسلها الواحد الى درجة الانقاء حتى لو زاد عن الثلاث. لكن ابن دقيق العيد يقول ان الثلاث ايضا لا تنافي الانقاء، فيمكن ان يحصل الانقاء بالثلاث، يعني كلام واخذ ورد في مسألة العدد، لكن الحد الادنى الحد المعتبر الوارد في الحديث هو ثلاث مرات، الا من ذهب الى الانقاء فهذا مذهبه، لكن ابن دقيق العيد لا يرى تنافيا بين اعتبار العدد وبين المعنى، معنى الإنقاء إلى وصول إلى درجة الإنقاء نظرا للإيه لتعرض القدم والرجل للإيه للأوساخ والقاذورات أكثر لقربها من الأرض. طيب، هذا بالنسبة ثلاث مرات بالنسبة للرجل. الفائدة الحادية عشر،
قوله نحو وضوء هذا. في روايات وردت مثل وضوئي، مثل وضوئي هذا، فمن توضأ مثل وضوئي، وفي رواية نحو. لكن الذي قال نحو يعني هذا كما يقول ابن دغيل العيد مجاز بالنسبة لمثل، يعني مثل فيه تطابق كامل، لكن نحو يعني قريب. فيرى ابن دقيق العيد انه ربما يكون هذا من تصرف الرواة اللي هم قالوا نحو وضوء هذا، وهم يقصدون مثل وضوءه، لان في روايات اخرى وردت في الصحيحين وفي السنن الاربعة من توضأ مثل وضوء، واخد بالك؟ فمثل فنحو هنا دي الفاظ بعض الرواة، ولكنها يراها ابن دقيق العيد استخدمت مجازا، والمقصود بها اي مثل وضوئي. وفي ذلك تفصيل اقرؤوه، لكن القصد انه نحو هنا يعني من باب مثل، ولكن ستكون على بطريقة المجاز، لكن القصد قصد الرواة من توضأ مثل وضوء كما ورد في روايات أخرى. طيب الفائدة الثانية عشرة عشان نختم، الفائدة الثانية عشرة، الحديث ماذا قال؟ قال ها بعدما ذكر صفة الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه في الاخر، في اخر الحديث، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، لاحظ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى اذا في امرين هنا، توضأ مثل وضوئي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه سينال هذا الثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هنا في مجموع امرين، أن يتوضأ مثل وضوئي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يفهم من ذلك أن الثواب اللي هو الموعود ده اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه، الثواب هنا على مجموع الأمرين معا، وهو الوضوء مثل وضوئي وأيضا الصلاة ركعتين. فبناء على ذلك فالفضل يعود إلى الأمرين معا، ليس لأمر دون أمر. فيقول ابن دقيق العيد ولكن بعض الفقهاء أو المحدثون هذا الحديث اللي هو حديث حمران هذا اللي احنا ذكرناه الآن أدخلوه في فضل الوضوء، أدخلوه في فضل الوضوء. يقول ابن دقيق العيد يعني الأفضلية هنا لا تعود للوضوء وحده، وإنما أيضا وصلاة ركعتين، فكيف يدخلونه في فضل الوضوء؟ الأفضلية هنا لمجموع الأمرين معا، فكيف أيها المحدثون تدخلوه في فضل الوضوء والأفضلية ليست للوضوء فقط؟ لكن ابن دقيق العيد يجيب فيقول إنه إذا كان الأفضلية تتعلق بأمر كبير او امر او مجموع امرين، فان الوضوء هو احد اجزاء هذين الامرين. اذا كانت الافضلية تتعلق بامر، فان الوضوء احد اجزاء هذا الامر، واحد اجزاء الامر قطعا هو له افضلية، كما ان المجموع له افضلية فاحد الاجزاء ايضا له افضلية، فيجوز بناء على ذلك بناء على افضلية جزء الشيء الفاضل، فيكون المحدثون هنا كلامهم ايه سليم. اهو نقرا كلامه الثاني عشر، بيقول هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع امرين، احدهما الوضوء على النحو المذكور، والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث. والمرتب على مجموع امرين لا يلزم ترتبه على احدهما الا بدليل خارج. وقد ادخل قوم اللي هم المحدثين يعني هذا الحديث في فضل الوضوء، وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه، عليهم هذا السؤال، ازاي دخلتوه في فضل الوضوء
مع ان المسألة هنا مش متعلقة بالوضوء بس، ايضا بصلاة ركعتين. ثم اجاب عنهم، قال ويجاب عنه بان كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل. اذا كان الوضوء جزء من هذا الامر الذي عليه الثواب وهو جزء منه فيكون هو له فضل ايضا، ما هو لن يكون جزءا من هذا الشيء الا واذا كان له فضل. ف ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء، ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب. فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. هنا في ثواب مخصوص اللي هو ايه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الثواب المخصوص ده يعني ما فيش ثواب مطلق، مش ثواب، ليس ثوابا مطلقا ان له اجر وخلاص. الحديث هنا نص على ثواب مخصوص. ايه هو الثواب المخصوص؟ انه غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف في تحديد اهو، غفر له ما تقدم من ذنبه. الثواب ده المخصوص ده لازم الايه؟ الأمرين. أما لو أتى بالوضوء بأحدهما، يعني الوضوء مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أو بصلاة ركعتين، فله ثواب مطلق، له قدر من الثواب طبعا، له ثواب. لكن الثواب بهذه الكيفية المخصوصة أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه لابد لها من مجموع الأمرين. بعد كده قوله لا يحدث فيهما نفسه. احنا قلنا انه الركعتين دول الشرط ان لا يحدث فيهما نفسه. طبعا هذه اشارة الى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين. هنقرأ الكلام هنا، كلامه جميل جدا، واحنا عارفين احنا ان في وساوس بتهجم على النفس، ففي وساوس بتهجم لا تستطيع لها دفعا، وفي وساوس انت تسترسل معها وتقعد بقى تسرح مع نفسك. يبقى هنا في فرق بين دي ودي، هناك فرق هيبينه ابن دقيلعين. يقول لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين. أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس. في حاجة كده خاطر تبص ليه هجم عليك ولا تستطيع له دفعا، مش قادر، يعني فكرة كده جت طرقت عليك فجأة، يبقى دي أنت لا تحاسب عليها. لكن تحاسب على إيه بقى؟ ان انت الفكرة دي بقى تسترسل فيها وتقعد بقى تفكر فيها وتكسر من تسترسل في الفكر فيها، هي دي اللي ممكن تمنع الثواب. الاسترسال هو اللي ممكن يمنع الثواب، لكن ان تهجم عليك الفكرة اصلا فهذه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذه يعني لا تمنع الثواب. انما اللي ممكن يحصل تنافي بينها وبين الثواب هي الفكرة التي تسترسل معها وتبقى صلاتك كلها بقى تفكر فيها. يبقى بيقسم ابن دقيق العيد الخواطر الى قسمين، ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن ان يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني. أيوة. يبقى لا يحدث فيها نفسه بمعنى النوع الثاني اللي هو فيه استرسال. والدليل على ذلك كلمة يحدث، وشوف الحديث بيقول ايه، يحدث فيهما نفسه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يحدث فيهما نفسه يعني يكلم نفسه بقى ويسترسل. ها هنا واضح معنى الاسترسال، هنا اللي بتأتي فجأة انت لا تحدث بها نفسك، انما تأتيك فجأة من ولا تستطيع لها دفعا، لكن يحدث بها نفسه معناه هنا الاسترسال واضح، يسترسل ويكسر من الفكر فيها. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره. المعنى الأول عسير، أن أنت يعني لا تجعل الفكرة لا تطرأ عليك أصلا، هذا عسير، لا يستطيع أحد أنه يعني يملك ألا تهجم عليه فكرة، هذا عسير جدا، يعني مش ممكن لعسر. الا بقى عند الناس، في ناس بقى من يعني درجه عاليه قوي بقى
من أهل الله المقربين جدا اللي لا تهجم عليه، هذه مسألة يعني عالية جدا. ويشهد لذلك كما قلت لك لفظة يحدث نفسه، فإنه يقتضي تكسبا. شوف يحدث نفسه يعني أنت شيء تكتسبه بنفسك، أنت الذي تسترسل وتحدث نفسك. وتفعلا لهذا الحديث، ويمكن أن يحمل على النوعين معا إلى أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف، والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب، والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك. ذلك إيه؟ مكتوب عندكم إيه؟ ها؟ ذلك العلم، عندك العمل، الثواب العمل، العمل صححها. دي نسخة مين هذه؟ نسخة من؟ تحقيق مصطفى باس. قبل المنعم إبراهيم، ده دي العدة، دي حاشية العدة. حاشية العدة، نعم، للصنعاني، فأدق فيها دقة، لكن هو الصواب العمل. فمن حصل له، لأن العلم هنا ما لها معنى، إنما المقصود هنا العمل، فمن حصل له ذلك العمل حصل له الثواب، ومن لا فلا. خلاص. الفائدة الرابعة عشرة أيضا تتعلق بأن الخواطر هذه خواطر دنيوية أو أخروية. طبعا المقصود الخواطر الدنيوية هي التي تمنع الثواب، الخواطر الدنيوية وليست الخواطر الأخروية، لأنه بطبيعة الأمر في الصلاة لابد من خواطر أخروية. فلما تسمع الآيات القرآن تتحدث مثلا عن الآخرة وما يحدث فيها، أكيد سيحصل خواطر أخروية، هذه لا مانع منها ولا تمنع الثواب الموجود في الحديث. إنما التي تمنع الثواب اللي غفر له ما تقدم من ذنبه الخواطر الدنيوية التي تتعلق بالدنيا. الفائدة الأخيرة الخامسة عشر ونختم بها، قال لك غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هنا ما تقدم من ذنبه تعم جميع الذنوب، أم فقط تختص فقط بصغائر الذنوب؟ الذي يرجحه ابن دقيق العيد أنه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا يختص بالصغائر وليس الكبائر، لأنه استفيد ذلك من أحاديث أخرى، من أحاديث أخرى. دائما أحاديث تتكلم عن غفران، ولكن هذه الأحاديث دائما في بعض الروايات تقول ما اجتنبت الكبائر، زي الحديث اللي جابه هو يقول اللي هو الذي أتى به بيقول إيه؟ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى وهكذا في أحاديث كثيرة بهذا الشكل وروايات كثيرة، ففهم منها انه دائما الاحاديث التي تتحدث عن غفران مثلا ما تقدم من ذنبه، ها، اللي هي فيها الغفران الكثير كده، غفر له سنة، يعني السنة الماضية والسنة المقبلة، في احاديث من هذا، من صام عاشوراء غفر له السنة الماضية، وفي عرفات صيام يوم عرفات غفر له ايه الماضية والقادمة والباقية. فهذه الاحاديث التي تتحدث عن غفران كثير للذنوب، غفر له ما تقدم، يعني شوف وقد يكون سنوات طويلة، هذه الاحاديث في الاغلب يعني غالبا يقصد بها صغائر الذنوب وليس الكبائر، لانه الكبائر يعني لا تكفر كما ورد من آيات أخرى وحديث إلا بالتوبة، لابد من التوبة. وفهمنا ذلك من أحاديث أخرى يعني ذكرت ما اجتنبت الكبائر، ففهمنا منها أنه المقصود بهذه الأحاديث غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ليس كل الذنوب وليس عموم الذنوب وإنما صغار الذنوب. نقرأ الكلام من دقيق العيد ونختم به، أهو كلامه، قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم في جميع الذنوب، ده الظاهر، ظاهر الحديث. وقد خصوا مثله بالصغائر،
واللهم يا رب اجعله على ظاهره. نحن طبعا نسأل الله أن يكون الحديث على ظاهره فيشمل جميع الذنوب الصغائر والكبائر، والله أعلم. إحنا يعني الله أعلم، يعني إحنا يعني لا نحجر على فضل الله، ولكن هكذا كلام ابن دقيق العيد، يعني هو قال ظاهره يفيد جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، ده كلام العلماء بقى وكلام ابن دقيق العيد، ها ظاهره العموم في جميع الذنوب. ونسأل الله أن يكون الغفران لجميع الذنوب من فضله، وفضل الله واسع. لكن ابن دقيق العيد قال بعد ذلك بقى كلامه: وقد خصوا مثله بالصغائر وقالوا إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع، يعني مواضع أخرى حديثية أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها، جعلوا هذا القيد اللي هو إيه ما اجتنبت الكبائر مقيدا للمطلق في غيرها، فقالوا أي مطلق غفر له ما تقدم من ذنبه مقيد بهذا الذي ورد في هذه المواضع من قوله ما اجتنبت الكبائر، فهو قيدها باجتناب الكبائر. إذن هذا ينسحب على كل أحاديث أطلقت الغفران على أنه تغفر في حالة اجتناب الكبائر. هذا وبهذا نكون قد انتهينا من جميع الفوائد الخاصة بالحديث الثامن، وهو حديث الوضوء، وحديث جليل يعني غطى موضوع الوضوء بسننه وفروضه، وبالتالي فهو حديث مهم شرحناه بالتفصيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنتم بأقرأوا برضو في الكتاب، يعني حاولوا ترجعوا وتقرأوا مرة أخرى، كلام الدقيق العيد مهم جدا، ويعني عنده فوائد جليلة وعظيمة، يعني إن استوعبت هذه الفوائد الإنسان بيبقى في مرحلة أفضل كثير، يعني ويترقى ترقيا علميا جيدا، يعني لأنه الدقيق العيد ده مجتهد أصلا، ويعني كلامه دقيق وعنده دقة في الاستنباط، فبالتالي كلامه له قيمة يعني. وإن كان كتاب كهذا يشترط، يعني كان الأفضل الإنسان يكون عنده مجموعة من العلوم، يعني هذا يعني الطبيعي من يدرس هذا الكتاب يكون عنده أرضية من أصول الفقه ومن اللغة ومن الحديث ومن المنطق ومن علم الكلام ومن الفقه، يعني الطبيعي إن هذا الكتاب بعد أن يأخذ الإنسان أرضية في هذه، يكون عنده أرضية في كل هذه العلوم ثم يدرس بعد ذلك أحكام الأحكام. لكن احنا يعني لامر ما وإرادة الله ان احنا بدأنا من هنا، يعني كان وانا اعرف انه في مشايخ اخرين يدرسون، يوجد مشايخ يدرسون الفقه واصول الفقه. طبعا الطالب عندما يدرس معهم ويكون ماشي معهم، او الطالب الذي درس معهم، هيكون بالنسبة له الامر اسهل بقى. هنا سيكون أسهل، يعني يكون عنده فكرة برضو هيلاقي الأمور أسهل. فأظن هذا مع جهود الآخرين المشايخ الآخرين ممكن يعني يحصل شيء من الفائدة يعني بإذن الله. المهم أن أنتوا يعني أنتوا طبعا كلكم أزهرية بتدرسوا العلوم الأزهرية، فأنتوا برضو أكيد عندكم يعني فكرة عن درستوا شيء من أصول الفقه، ليس كذلك شيء من الحديث من الفقه من الصرح، فده كويس يعني اللي درس شوية بيبقى بالنسبة له الأمر هنا أسهل، وهنا بتبقى نقلة كويسة، نقلة يعني إلى الأمام أفضل، يعني لأنه بنخ العيد كل دي بركاته طبعا وأنواره، فأنواره يعني ما شاء الله يعني عالية يعني، وإن شاء الله يصيبنا شيء من بركاته وأنواره بإذن الله. عارفين اين هو مكان الدقيق العيد؟ ها؟ هو في المقطم، جبل المقطم
في مسجد ابن عطاء الله السكندري، هو امامه امام المسجد، يعني ابن عطاء الله السكندري هو بجواره مباشره، ابن ضخ العين قريب من المسجد، مسجد ابن عطاء الله السكندري الذي فيه ابن عطاء الله، ابن عطاء الله يعني موجود في هذا المسجد. هو ابن عطاء الله السكندري بتاعه مسجد كبير، يعني مسجد كامل، لكن ابن ضخ العين مجرد يعني مشهد فقط، وليس في لا يوجد، هو هم امام المسجد، القبور امام المسجد. ايوه بالظبط، في ابن ابي جمره، نعم، في نفس المكان، في الكمال ابن الهمام ايضا، وفي ابن دقيق العيد، وفي حد كمان برضو نسي، في ابن ابي جمره والكمال ابن الهمام وابن دقيق العيد، وفي احد رابع كمان، كلهم في نفس المكان امام مسجد ابن عطاء الاسكندري. ف ابن دقيق العيد ده علامه يعني كبير ومجتهد عظيم، و شخصية مبارك فيها يعني، وربنا يفتح علينا بيه، آمين يا رب العالمين. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله، الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله